هذا لكل العراقيين واكيد وصانعي الدمى في العراق اللي يحبون هاي العرايس والدمى، هاي الفئه اللي كان دائما عندهم عمل وعندهم جهد لكن ما مسلطين الضوء عليها. اذا البارحه صار انطلاق طبعا للمؤتمر التاسيسي الاول لاتحاد العرايسيين العراقيين واللي يعتبرون هم فناني الدمى في مقر نقابه الفنانين العراقيين. لنتابع. ينتظم في نقابة الفنانين العراقيين الملتقى الأول للعرائسيين ومحركي الدمى في العراق والضيوف الذين حضروا من مختلف المحافظات. هذا جزء من الحراك الفني في المجتمع العراقي والذي تقدم له الدعم الكامل نقابة الفنانين العراقيين. سيصار اليوم إلى انتخاب هيئة عامة لاتحاد العرائسيين العراقيين برعاية نقابة الفنانين العراقيين. نبارك لهم هذا الحراك وهذا التجمع وكل الشكر والتقدير لكل القادمين. اليوم نحن في ضيافة نقابة الفنانين لانعقاد المؤتمر التأسيسي لاتحاد العرائسيين العراقيين. دعينا يعني الحقيقة العديد من زملائنا وأصدقائنا من ممارسي المهنة سواء كان محركين أو مصممين دمى أو صناع دمى أو كتاب ومخرجين سينوغرافيين باحثين حتى يعني العدد اللي حاضر مثل ما شفتوا يعني عدد طيب جدا وحضروا من أقصى العراق إلى أقصى يعني لدينا ممثلين من البصرة والموصل والرمادي وكربلاء والنجف والديوانية والحلة ومحافظات عديدة يعني وهذا شيء يعني يدعو للفخر. احنا اليوم في صدد الإعلان فقط عن التأسيس الأولي وتشكيل هيئة إدارية تمهيدا لتكوين النظام داخلي لهذا الاتحاد، وأيضا الخطوة اللاحقة هو قبل الشروع بنشاطاتنا ربما الانضمام إلى اتحاد العرائسيين العرب أو الاتحاد الدولي للعرائس. هي خطوة أولى أنا بادرت بها وتعاونت معي نقابة الفنانين المشكورة في احتضان هذا المؤتمر ورعايته واستضافته، وإن شاء الله يتمخض عن يوم تاريخي في التجربة في حياة التجربة العرائسية العراقية اللي أنا أعتقد أنه تحتاج إلى تطور رغم عدم الاهتمام الذي نتلمسه من قبل المؤسسات والجهات الحكومية، لكن في داخلنا الآن أنا عندي فكرة أنه في كل محافظة هناك عدد من الفنانين المحترفين أو الهواة الشباب والكبار من يرغب في تطوير مهاراته، ولدينا خطة في إقامة ورشات والمشاركة في مهرجانات عرائسية عربية وحتى دولية إن شاء الله في القادم من الأيام. اليوم الأول للتأسيس اتحاد الفنانين فناني الدمى العراقي، طبعا هذا الاتحاد هو راح يكون مستقبلا يدخل مع ضمن الاتحاد العربي. الحضور الآن جاي تشاهدون حضور أكاديمي فنانين مختصين بفنون الدمى من ناحية التحريك والإخراج والتمثيل والتأليف حتى السينوغراف انه راح يدخل هذا الموضوع. والآن هي جلسة تأسيسية راح تناقش فيها هواي أمور من ضمنها التسميات ومن ضمنها النقاط الأساسية، وراح يكون شو راح يكون الدعم لهذا يعني خطوة أولى للعراق تحسب. لأن تعرف فن الدمى فن مهمل، الآن أكو اتحاد يتأسس إليه، فإن شاء الله نطلع بمخرجات يعني تخدم الفنانين اللي يشتغلون بهذا الميدان.